المسلم دائما يتكلم بالصدق لا يتكلم بالكذب. لأن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. والكذب نسأل الله السلامة يهدي إلى الفجور وفجور يهدي إلى النار. لابد أن تتحرى الصدق، تحرص ألا تتكلم إلا بالصدق حتى ولو كان مازحا. نعم. يبتعد عن الكذب حتى ولو كان مازحا. تنبيه نيت ما دخل مكاكم جاي لاوي ولو كن